بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتناول آيتين أو ثلاث تتحدثان عن الغرائز. يقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، قل أنبئكم بخير من ذلكم، إلى آخر الآية. الشهوات أيها الإخوة هي ما يسميها علماء النفس الغرائز، وسبب تسميتها بالغرائز لأن الله غرزها في النفس البشرية بحيث لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منها. فغرائز الحيوانات بسيطة جدا، يسعى وراء نوع معين من الطعام، إن كان آكل لحوم عندما يأخذ فريسته يكتفي ويشرب الماء، ثم هناك علاقات يعني موسمية في التناكح والولادة. أما الإنسان باعتبار أنه فضله الله تبارك وتعالى على سائر الكائنات، فوضع له غرائز متعددة ليقيم مجتمعا فاضلا، يسعى وراء هذه الغرائز لا على أنها أدوية وحاجات يلبيها، إنما على أنها لذائذ وطيبات يسعى وراءها. ولنرى ما يحدثنا الله سبحانه وتعالى عنه. زين للناس، أي من قبل الله تبارك وتعالى، حب الشهوات. الشهوات المزينة للإنسان متعددة، هي ستة. زين للناس حب الشهوات، أي في الدنيا جعلها الله لذيذة محبوبة ليسعى الإنسان إليها بغرض تلبية حاجاته فيحصل ما مصالحه في الدنيا. من النساء، الله خلق الرجال للنساء والنساء للرجال من أجل أن يحصل التناسل ويتم بقاء النوع في الأرض. والبنين، الهدف من الزواج مجيء النسل، وطبيعة الإنسان يحب البنين أكثر لأنه يرجو أن يساعدوه في الحياة، وإن كان الإنسان العاقل يحب نسله بنين كانت أو بنات. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثالث، ولا تشبع عين ابن آدم إلا من التراب، وتاب الله على من تاب. متى يترك حبه وسعيه وراء الذهب؟ عندما يموت و يوضع عليه التراب. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة المطهرة المطحمة الجميلة التي فيها علامات يحبها الإنسان لزينتها ولخدمتها التي تؤديها. والأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هي أساس ما يستفيد منه الإنسان، فيستفيد من ألبانها ومن أصوافها ومن أوبارها، والإبل يركبها أيضا، يستعملها وسيلة ركوب، حتى بعرها وزبلها يستفيد منه في الزراعة. والأنعام والحرث، الحرث الزرع، ويدخل في الزرع عموم ما خلق الله في الأرض من طيبات وثمار وفواكه وأشجار، كلها تدخل تحت أصناف الزراعة، أي ما يغرسه الإنسان وما يزرعه. هذا محبوب للإنسان، لماذا؟ لأن حياته وبقاءه مرهون بما سخره الله تبارك وتعالى له من هذه الأشياء، فهو يلتذ باقتدائها ويسعد بها.
يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ذلك متاع الحياة الدنيا، أي خلق ليتمتع به الإنسان في الدنيا، والله عنده حسن المآب. الإسلام وضع لكل شيء هدف، حتى للغريزة، حتى للشهوة وضع لها هدف، فإذا تجاوزت هدفها كان ضررها أكثر من نفعها. مثل إذا فرضنا الطبيب وصف لنا علاج، نأخذ كل يوم 3 ملاعق صغيرة صباحا وظهرا ومساء، فجاء إنسان وقال: لماذا أنتظر كل يوم 3 ملاعق صغيرة؟ يأخذ الزجاجة كلها مرة واحدة، ربما تسبب له تلبك أو تسمم غذائي في المعدة فيؤخذ إلى المستشفى، وإذا لم يدركوه يموت. فأيضا الغريزة، بعض الناس ينسون الهدف أو تطغى عليهم اللذة في هذه الشهوة فيشتط عن حدود رسمها له الله تبارك وتعالى. الله أعلم بمصالح الإنسان، ولذلك رسم له حدودا. فالزواج مشروع، ما حرم الله على الإنسان أن يطلق شهواته، ولكن بطريق معين يؤدي إلى مصلحته ومصلحة الجماعة، ولكن حرم عليه أن ينطلق بأهوائه وغرائزه إلى ما يفسد حياة الجماعة ويهلك الحرث والنسل. فالغرائز إذن أشياء مغروزة من الله، وهي في أصلها صحيحة. حب المال هذا شيء طبيعي بالإنسان، وإنه لحب الخير لشديد، ولكن الإنسان عندما تشتد غرائزه وينطلق بها وراء الحدود تتلفه وتتلف مجتمعه كما ذكرت قبل قليل. أذكر أن نعمة النسل الأصل فيها النقاء والصفاء والاستقامة والطهر، هكذا أقامه الله تبارك وتعالى، وأن يكون ذلك هادفا إلى إقامة أسرة سعيدة يتبادل فيها الزوجان المحبة والمودة والإيثار. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالله أوجد وخلق هذا الحب بين الرجل والمرأة، وخلق الإخلاص بينهما حتى يقوما بأمر مهم جدا، وهو إيجاد النسل وتربيته بشكل صحيح حتى يكونوا مجتمعا فاضلا سعيدا. فإذا ترك الإنسان زوجا كان أو امرأة كانت هذه الأهداف وانطلق إلى سبيل آخر، تجاوز الحدود في هذه الشهوة فترك الحلال وولغ في الحرام والعياذ بالله تعالى، فسد النسل، بل وفسدت الصحة وفسد المجتمع. وأود أن ألفت إلى معجزة من المعجزات، ليست في آيات القرآن بل هي في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. آيات القرآن حرمت الزنا ولا تقربوا الزنا، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ما فشت الفاحشة أي الزنا في قوم إلا ابتلاهم الله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي عنده اختصاص في علم الأمراض، عنده اختصاص في علم الأمراض التي ستنتج في المستقبل عن الاتصال الجنسي غير الصحيح؟ من أين عرف ذلك؟ لا بد أن الذي علمه هو الله تبارك وتعالى، فأخبر عن هذا الأمر، وظهر ما أخبر عنه الله سبحانه وتعالى بعد 1400 سنة ونيف، عندما كشف ذلك العلماء أن الاتصال غير الصحيح والمفرض بين الرجال والنساء أو بين الرجال والرجال يسبب أمراضا متعددة تتطور حتى تصل إلى الإيدز أو نقص المناعة. وقد فشى هذا بين المسلمين في العالم كله، وهناك أيضا حالات بسيطة بين المسلمين، لأن المسلمين لا زال كثير منهم يتمسكون بحدود الله ويقفون عند حدود الله. فالرب ما حرم شهوة الجنس، خلقها من أجل أن يسعد الإنسان ويقبل على الزواج ويتحمل تبعاته من نفقات، من مسكن، من كذا، ويجد لذة وسعادة في ذلك، ثم يحصل له الأولاد والبنات فيحصل لذة أكثر وسعادة أكثر. ولكن لا ينبغي أن يكون البنات
والبنين هو الهدف، لا ينبغي أن يكون المال هو الهدف، إنما ما عند الله خير للأبرار. ولذلك جاءت الآية البعد بتوضح بشكل دقيق، قل أنبئكم يعني أخبركم بخير من ذلكم، ما هو الخير مما ذكر من متاع الحياة الدنيا؟ الذين اتقوا. التقوى هي أن تقي نفسك من عذاب الله في الآخرة. كيف تقي نفسك من عذاب الله في الآخرة؟ بامتثال أوامر الله واجتناب ما نهى الله عنه. الذين اتقوا عند ربهم جنات، جنات ما وضعها؟ تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت قصورها وأشجارها الأنهار. وأزواج مطهرة. الأزواج في الدنيا يا إخواني صح غرائز ولذيذة، ولكن في خلل، ليست مطهرة، أما في الآخرة مطهرة، مطهرة حسيا ومطهرة معنويا. مطهرة حسيا لا حيض ولا نفاس ولا بول ولا غائط ولا روائح كريهة، وأيضا مطهرة معنويا، فلا تتطاول ولا تؤذي بلسانها ولا تتصرف تصرفات مزعجة، لا يكون منها إلا الحب والوئام والسلام. فإذا ثم هناك شيء أفضل ذكرته آخر الآية، ورضوان من الله والله بصير من عباده. رضوان من الله لا سخط فيه، هذا ألذ شيء وأمتع شيء عند أهل الجنة، عندما يقول الله لهم رضيت عنكم فلا أغضب أبدا. ورضوان من الله أكبر، والله بصير بالعباد أي عليم بأحوال عباده، شرع لهم ما شرع من الدين ومن السلوك في هذه الغرائز حتى لا يكونوا عبيدا للشهوات، إنما يسيطرون على شهواتهم ويسيرونها ويتلذذون بها حسب الطريقة التي رسمها خالقهم وخالق هذه الكائنات. فالمؤمن يلتزم بذلك ويحمد الله على نعمة الإسلام، والحمد لله رب العالمين. Thank you.